قناه النادي الاهلي في كل مكان، لسه مستمرين طبعا تغطيتنا الخاصه ومكملين لقاءاتنا مع حضراتكم اكيد. حاليا معايا دكتور مهند مجدي احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. طبعا ببارك لك الاول، بقول لك الف مبروك، تعب يعني شهور كتير، مجهود عظيم شايفينه طبعا منكم يعني برئاسه كابتن محمود الخطيب اكيد. النهارده بقى كلمني، شايف الافتتاح ازاي؟ وطبعا يعني احنا شايفين مجهود كبير جدا، كلمني عن ده. والله في البداية طبعا احنا سعداء جدا جدا باليوم ده، بنبارك لكل أعضاء النادي الأهلي، صرح جديد، إحساس يعني المشاعر كلها متلخبطة، محدش مش مصدق إن ثلاث سنين ونص عدوا من يوم وضع حجر الأساس، ما كانش فيه أي حاجة هنا، ما كناش عارفين نوصل إزاي، إنه يعني زي ما بيقولوا كده القاهرة الجديدة زي ما يكون شريان الحياة دب فيها، الناس كلها لو تشوفي الناس كلها وتواجد الناس دي كلها في مكان زي الفرع هنا، من كام شهر ما كانش حد يعرف النادي ده فين، ازاي ده هيأثر على المنطقة بالكامل، ازاي هيأثر على الاستثمارات بشكل عام، يعني دي بشكل غير مباشر، النادي الأهلي دوره بشكل غير مباشر في التنمية المجتمعية وفي الاستثمار، تقديم منشآت رياضية على مستوى عالي جدا زي اللي احنا شايفينها النهاردة، خدمة بنقديها للأعضاء، ان يبقى عندهم فرع ثالث ورابع وخامس باذن الله لمتنفس جديد، بنقرب للناس لان الفرع طبعا في منطقه القاهره الجديده، وشرائح كتير من اعضاء النادي الاهلي كانوا زحفوا في المنطقه دي، منطقه القاهره الجديده ومدينتي والشروق، بتقربهم تاني ان هم يخشوا النادي، مزايا كتير جدا جدا، يعني كفايه فرحه الناس النهارده لا توصف، مستوى والكواليتي اللي بنقدم بيه النادي لاعضاء النادي واللي الرياضة بشكل عام، وزي طبعا ما تفضل دكتور أشرف صبحي وقال وأثنى على المشروع، لا النهاردة يوم تاريخي، يعني يوم 1/6/2023 بالنسبة لنا يوم محفور في الذاكرة ومش هيتنسي، وأعتقد كمان إحنا من اللي لمسناه من الأعضاء اللي حضروا حاجة في منتهى السعادة، يعني إحنا مش حاسين بكل التعب والمجهود اللي قضيناه ثلاث سنين ونص، وإحنا كمان في مجلس الإدارة يمكن اقل ناس عملنا مجهود يمكن بس في وضع الاستراتيجيات والبلان، لكن في ناس كتير جدا تعبت، العمال والاداره الهندسيه والموظفين والاشتراكات والعضويات، كل دول حبوا ان احنا نقدم حاجه كويسه للرياضه المصريه بشكل عام ولاعضاء النادي الاهلي بشكل خاص، يعني سعادتي لا توصف، يعني الحمد لله. دكتور مهند، ذكرت طبعا ناس كتير بقت متواجده في القاهره الجديده، كلمني بقى عن توافد الاعضاء في الفرع ده، يعني اكيد متابع يعني من فتره يمكن اعضاء كتير كانت مستنيه الفرع ده بالفعل يعني يفتتح، كلمني بقى عن الاعداد يعني لحد دلوقتي. والله الاعداد احنا دلوقتي مش لسه ما حصرناهاش، لانه زي ما الناس كلها عارفه ان عضويه النادي الاهلي هتزيد في خلال المستقبل القريب جدا، في خلال شهر او شهرين، فبالتالي ده شجع الناس، افتتاح الفرع ده شجع الناس كتير جدا انها تعمل العضويه. يكفي بس ان يعني فيديو قصير للكابتن محمود الخطيب اللي طلع من حوالي 10 ايام او اسبوعين قال فيه ان الفرع هيفتتح يوم 1/6، كلمه صغيره من الكابتن محمود الخطيب جابت حوالي 350 عضويه برقم يدى انتعاشه، الانتعاشه دي بتفرق على كل مستويات النادي الاهلي، مستوى قطاع النشاط الرياضي، قطاع كره القدم، مستوى الخدمات للاعضاء، مستوى المنافذ، مستوى الكواليتي اللي احنا بنكمل بيه الانشاءات، لان كل ده عايز طول الوقت ان انت تضخ موارد ماليه كتير. فاحنا بنامل او عندنا امل كبير جدا انه في خلال الفتره اللي جايه يعني عندنا اكسبكتيشنز للعضويه هتوصل يعني اعدادها لرقم يعني يرضي طموحنا ان شاء الله ويرضي اعضاء النادي الاهلي، لان هم اللي شايفينه ده اي حد دلوقتي هيبقى يتمنى انه يكون شريك نجاح في الفرع ده. فمش عايزين نقول ارقام لا، عشان يعني ما يعني نتفائل خير وتبقى ان شاء الله فوق توقعاتنا باذن الله ان شاء الله. دكتور مهند مجدي نورتني طبعا وبشكرك، وبالتوفيق طبعا ليكم دايما. بشكرك ليكم جدا على التغطيه بتاعتكم، دايما طبعا موجودين معانا ضلع وشريك اساسي في النجاح، شكرا لكم. طبعا زي ما احنا شايفين فرحه كبيره اكيد يعني كمان من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، مجهود عظيم الحقيقه، النهارده يوم تاريخي. ده كان لقائنا اكيد مع دكتور مهند مجدي احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، الكلمه ليكم مره اخرى.